سمع في الفوازير بقى دي، يعني ليه انتهت الفوازير تعتقد؟ اللي هي يعني كانت، عايز اقول لك انه من اهم ملامح التلفزيون في رمضان. يعني البعض يقول لك ما ينفعش تلفزيون في رمضان بدون فوازير. صح، يعني انا كنت بعتبرها زي الفانوس. زي الفانوس بالظبط، هي الفوازير انتهت اللي نهاها التلفزيون. ليه؟ ما يقدرش ينتجها، صعب انتاجها دلوقتي لانها مكلفة جدا. الفوازير استعراضات ملابس، فرقة، ديكور، إضاءة، ألحان، يعني ألحان وموسيقى، كل الحاجات دي، تأليف، مواضيع، كل الحاجات دي بتتكلف، مش زي أي مسلسل درامي عادي. المسلسل الدرامي قصة، نجم، نجمة، ناس، ممثلين، ديكور أو اتنين أو تلاتة. لكن إحنا الفوزورة كان التتر بيبقى فيه 200 ديكور، 200 ديكور، كل مشهد بيبقى استعراض شكل معين، كل مشهد ليه لبس. نيلي كانت بتغير ملابس في التتر، مش عارف، مش عايز اقول لك، ولا شريهان بمبلغ. كل الحاجات دي مكلفه. التلفزيون دلوقتي احنا، وكنا بنكسب، يعني كان التلفزيون بيكسب لان كنا بنوزع على 24 دوله في رمضان الفوازير. دلوقتي كل دولة أو كل قناة، قنوات الدول دي ابتدت تعمل منوعات لنفسها أو ابتدت تعمل فوازير. يعني جم الأردن حبوا يعملوا فوازير، وأنا كنت بعمل فوازير في مصر. فقالوا لي يا أستاذ حسن، ممكن تعمل فوازير لنا السنة دي؟ قلت لهم ما أقدرش، أنا بعمل فوازير لمصر. قالوا لي اعمل فوازير لمصر واعمل لنا برضو الفوازير. طيارة خاصة هتاخدك من هنا لهناك وتعمل يوم او اتنين فزورتين او تلات فوازير وترجع. قلت لهم يعني عايز اقول حاجة، هل انا عندي الكفاءة ان انا اعمل فزورة للاردن وفزورة لمصر؟ الهين اللي هتبقى الاحسن، لازم انا اعمل لبلدي قبل اي حد. طيب بس هو دلوقتي حتى هل السبب المادي بس، ولا البعض بيقول لك انه كمان ظهور الكليبات يعني خلى الفوازير يعني تنتهي؟ لا، ظهور الكليبات وقتي. يعني ايه وقتي؟ يعني انت بتشوف كليب وانتهى. انتهى بمعنى ايه؟ ان انت عايز تنجح نجم او نجمه او مطرب او مطربه، بيعملوا الكليب فبتعمله وبيخلص وبيبيع وانتهى خلصت، ما بيفكروش فيه. لكن الفوازير شوف حضرتك عايشه من ايامها لحد دلوقتي، لانها بتعتمد على الافكار وال افكار ده افكار. يعني احنا بفكر الاستاذ عبد السلام امين عملنا حاجه ما تتعملش، عمل فكره. لان الاجانب، يعني المصري لما بيتجوز مصريه بتتجوز اجنبي، ولادهم بيطلعوا اجانب. فالاجنبي ده لازم يجي يخش مدرسه، يخش مدرسه بالدولار او بالاسترليني او 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 او. فجبنا عملنا فزوره كتبها الاستاذ عبد السلام عن فلسطين، واحد فلسطيني اتجوز واحده مصريه وخلف منها ومنعوه وعملوا كذا وكذا. الدولة هنا عندنا في مصر بصت لهذا الموضوع وعافت كل الناس المتزوجين من فلسطينيين من هذا الموضوع، وأصبح كل واحد يعني بنعمل يعني ازاي ان الفزورة مش فزورة كده وبس، لكن يمكن انها تحل مشكلة ويمكن انها تعبر عن قضية. يعني طبعا المية عملنا لها فزورة، ازاي الميه بيستهلكها، ازاي وما يصحش ان احنا نستهلكها كده ونعمل، يعني عملنا كل الحاجات اللي احنا بنعملها برضو بنحط فيها
كانت هادفة يعني. فيها شيء من الهدف بس بطريقة يقبلها الجمهور. طيب. بشوفك كمان متحفظ على الرأس الشرقي اليومين دول كمان.